زي ما انت شايفه كده، كوبايتين من الكريم شانتي، واحط له ماء مثلج جواه تلج اهو، جايب ايديا جواه تلج، واضربه على السرعه العاليه، وبجيب كوبايه من الكاستر كريم سابقه التحضير مع كوبايتين من الميه عشان اعمل كريمه الكاستر. الكريمه عندي تعلى، يا تفاصيلك يا حبيبي، الكريمه تعلى عندي، وعندي كريمه الكاستر دايبه اضيفها على بعض عشان ابدا اعمل الكريمه بتاعتي، احشيب الكريمه واشوف ازينه بالفاكهه والمعه بالمربى. بس اهم حاجه يكون بارد يا حسني، زي ما انت شايفه كده، بعد ما سقناه يبرد خالص، ودي بعد ما تبرد هنقلبها ونلمعها بمربة المشمش ونديها كريمه من جواها ومن بره. حلو، لسه كيس كريمه يا حامد. زي ما انت شايف كده قدامك، الكريمه بدات تاخد الفوليوم، تلاقيها تقيله سنه، اديها معلقه من الميه المثلجه عشان هضيف لها الكاستر كريم، والكاستر كريم تقيله شويه، وهبدا ازين بالايه؟ بالفاكهه، والمع بالمربى او بجيل التلميع. تعال نضيف الكاستر كريم على الكريم شانتيه او الفريش كريم. خدي بالك من التركه دي، ومكسهم مع بعض. بقى عندي الشوبست كريم بطعم الكاستر، هفتح دي ساندوتش يا حسني، هفتح دي ساندوتش كده، تعال بص عليها على اتنين كده، وعشان احشيها من جوه، لكن التركات والحركات لا ناسها، انتظروني.